السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كويسين وكل فيديو وانتم طيبين. ورجعت لكم يا رجالة في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. طبعا احنا بدايتنا كده من بره هنا يا جدعان من الغير، عشان الفيديو بتاع النهاردة فيديو جميل، فيديو ممكن يبقى طويل شوية. تعالوا نخش السلكة الأول ونشوف هنعمل ايه. طبعا يا رجالة متنسوش تصلوا على النبي. طبعا يا جدعان ما شاء الله حصلت حبة حاجات حلوة كتير، نشوفها مع بعضينا. بعد كده هنشوف هنعمل ايه مع الزغاليل اللي احنا جبناها جديده امبارح وهنسيبها في الارضيه مع بعضينا في الفيديو. بس قبل اي حاجه يا جدعان، ما شاء الله في الفيديو بتاع امبارح احنا فرشنا الطواجن كلها، ومسكت بعد ما قفلت الفيديو السلكات كلها نظفتها ونظفت الارضيه وكله، ما شاء الله كان وش التحديق حلو، كان وش التحديق حلو. احنا طبعا شفنا الحصويه دي امبارح كانت ما شاء الله منقره، الله اكبر، جابوا الزغلول فك اهو، بسم الله ما شاء الله الزغلول فك، بسم الله ما شاء الله يا رجاله زي ما احنا شايفين. طبعا مش عايز اقوم زمزم من عليه، الله اكبر. اول حاجه كانت زمزم فكه ما شاء الله، تمام. طيب دولك لا لسه حصلش، دولك لسه تحتهم الزغلول زي ما هو، والحلبيات نفس النظام. اللهم صل على النبي. دولك يا جدعان انا حضنت تحتيهم الحصى بتاع الاستراليات، انا عايز اخليهم يحاولوا يزقوا. طبعا هسيبهم وهنشوف هل هيزقوا برضك وهم سايبين ولا لا. تمام تمام دولك احنا طبعا جوزناهم في الفيديو بتاع امبارح، ما شاء الله خدوا بعض خلاص يا رجاله، والدقه حنن النتايه ما شاء الله. تمام هنا الزغلول اخو ده مات، هما يعني القص دولك يعني اللي اكتشفته فيهم ان هما ما بيقدروش يقوموا غير زغلول واحد، ما بيقدروش حتى وهم سايبين، يعني انا بسيبهم في الارضيه يا جدعان ما بيقدروش يقوموا غير زغلول واحد، فمش مشكله زغلول يعني احسن ما الاثنين مثلا ايه ما يقدروش يقوموهم، فناخد واحد احسن من ما فيش. تمام كده كده احنا الهزازات مش عايزين نفرخ منهم كتير. طيب ما شاء الله دولك تحتيهم الزغلول ده، ده كده احنا هناخده يا جدعان، ده هناخده كده هننقله، هو بيعرف ياكل لوحده عشان ما شاء الله ديك حصت النهارده، بسم الله ما شاء الله، نحطه مع دولك وبردك ايه يعني هنزقه احنا. تمام هو مش قادر يمشي طبعا واحنا بنعالجه، وباذن الله يبقى كويس. تمام دولك ما شاء الله حصت النهارده، تمام، وما شاء الله كمان دولك حصوا النهارده، الله اكبر. ما اقول لكم وش ال يعني قرف، هي قرفه التحديق كانت وشها حلو عليهم ما شاء الله. بصوا دي جابت حصويه اهي النهارده، اللهم صل على النبي، ودي جابت حصويه امبارح طبعا قبل التحديق، يعني دي جابت حصويه امبارح قبل التحديق. تمام يا رجاله ما شاء الله. طبعا احنا الزغاليل كده نقلناها هنا نشتغل معاهم وباذن الله يبقوا كويسين. دولك احنا تحتيهم الحصى بتاع الحمى الاخضر، احنا قلنا امبارح في الفيديو ان في حصويه معمره وحصويه لا. تمام البوازات حضرنا الحصى بتاعهم تحت الاستراليات دولك، تمام يا رجاله. ودولك طبعا ايه هنسيبهم كده، خليهم سايبين عشان خاطر، ولا خليهم ايه بعد ما اكلفهم احسن، بعد ما اكلفهم احسن نبقى نسيبهم عشان لسه ما كلفتش يا رجاله. دولك ما شاء الله الزغلول بتاعهم واكل اهو زي الفل، الله اكبر ما شاء الله، ربنا يا رب يزيد ويبارك. فوزي اصبر فوزي اصبر فوزي، دولك طبعا لسه ما حسوش، بس انا حاسس ان النتايه معبيه، حاسس ان النتايه السوداء دي معبيه ان شاء الله. ودولك طبعا لسه الشبابات، تمام لسه معاهم شويه، ودول الشبابات التانيين على الله التسهيل. وشيماء لوحديها يا شيمولة، لسه هنجيب لها ان شاء الله زغلول، هنجيب لها زغلول، هنجيب لها دقة. تمام كده ده يا جدعان اللي حصل هنا عند الاصوص في السريع، ده اللي حصل عند الاصوص في السريع. تعالوا بقى عشان احنا الفيديو بتاعنا النهارده بره، الفيديو بتاعنا النهارده بره. طيب احنا بقى المفروض النهارده هنشتغل مع الزغاليل اول يوم ليهم في الغيه. طبعا انا امبارح ما قدرتش اعمل معاهم اي حاجه، انا جبتهم بس كلوا وشربوا وظبطوا دنيتهم. تمام طب هنشتغل معاهم ايه دلوقتي بقى يا رجاله؟ تعالوا كده هقول لكم هنشتغل معاهم ايه. نبصوا الفيديو ولا هنقطع ولا هنعمل، بس ايه يدي كده، عايزين نشتغل معاهم اول حاجه فلاجين، دي اللي فاضيه دي اللي فيها كده اهو يا رجاله، نشتغل معاهم فلاجين حاجه كده بسيطه مطهر معوي ليهم. تمام طيب هنجيب بس الاستاند عشان نديهم الفلاجين مع بعض. طيب بص كده يا رجاله احنا هنعمل ايه، نفتح كده البابين دولك، هناخد الفلاجين. واحد بيقول لي في كومنت وانت ما عندكش غير الفلاجين، كل شويه تقول فلاجين فلاجين. بص يا رجاله انا بشتغل بالمتاح عندي، وهو كويس ونتيجته كويسه، تمام يعني هو كويس ونتيجته كويسه، فانا هداري ليه؟ حاجه كويسه وبتساعد الزغلول وزي الفل، فعادي تمام.
هناخد كل واحد كده سنتي بالظبط اهو زي ما احنا شايفين سنتي بالظبط. تمام يا رجاله، هنمسكهم ايه، انا مش عايزه تتدلي بصراحه. ايوه كده ناخدهم. بص يا رجاله، الزغلول اللي يجي قصادنا زي ما احنا شايفين كده اهو، نقول بسم الله بس مباشر كده يا رجاله، مباشر في البق على طول زي ما احنا شايفين. هما كلهم 8 زغاليل. تمام، تعالى اهو كده يا رجاله، بسم الله. طبعا انا ممكن املى السرنجه كلها، بس انا مش عايز ايه قد واحد زياده عن التاني، واحد اقل من التاني، لا انا عايز امشي معاهم كلهم نظام واحد. تمام، الزغاليل في ناس اتريقت عليها بسرده مش عارف ايه، ان شاء الله الايام هتثبت لكم ان الزغاليل دي هتبقى حاجه كويسه ان شاء الله. اه انا عارف ان هم ضعاف شويه، عارف ان هم مش احسن حاجه، وانا قلت ده في الفيديو اللي فات، قلت ان انا جايب حاجه مش قد كده وجايب حاجه مش احسن حاجه. تمام يا رجاله، بس الفيديو بتاع الاسعار بتاعهم لما ينزل لكم هتعرفوا فعلا ان هم يعني على سعرهم ده كويس قوي، يعني هم على سعرهم ده كويس قوي والله. وبينكم يعني بيني وبينكم، يعني انا عامل تحدي بيني وبين نفسي بصراحه، انا عامل تحدي بيني وبين نفسي. دايما اسمع الناس تقول، دايما اسمع الناس تقول ان ايه، الزغاليل بتبقى ضعيفه وما بتتنشش وما بتبقاش قويه، فانا بفكر بس رايح فين. ما شاء الله اهو بيهوى اهو يا جدعان. الناس تقول لك دي الزغاليل دي ضعيفه، الزغاليل دي مش قويه، مش هتبقى في النش كويسه، مش عارف ايه. والله انا عامل تحدي بيني وبين نفسي ان شويه الزغاليل اللي الناس بتقول عليهم ضعيفه ومش قد كده ومش هيتنشوا، لا ان انا اخليهم حاجه كويسه، وان انا اخليهم يعني يركبوا الجو كده ساعه وساعتين، وده هنشوفه ان شاء الله الفتره الجايه، وهشتغل على كده. اهو الواحد بيحاول يعمل حاجات كده يا جدعان يتحدى بيها نفسه شويه. تمام، ولسه برضك يعني الزغاليل دي لسه يا جدعان زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، ان الزغاليل دي اصلا لسه ما يعني لسه الريش بتاعها ما كملتش، لسه ما كملش، لسه ما بطنتش تحت بطاطها، يعني لسه زغاليل صغيره. تمام، فانا جايبهم كده لسه حاجه من الصفر كده شغالين معاها. تمام، طيب فده كده يا جدعان كان اول يوم، ده كده كان اول يوم مع الزغاليل. طبعا فلاجين، الفلاجين ده هنشتغل معاهم 3 ايام، 3 ايام وهنريح يوم، يعني 3 ايام وهنريح يوم. تمام، وبعد كده هنشوف هنديهم ايه تاني مع بعضينا، يعني لسه الايام جايه كتير يا جدعان، ولسه في فيديو هينزل عن تركيب شبكه الامواج، انها لسه ما ركبتهاش الشبكه الجديده. بس كده يا جدعان كله ايه، خد الفلاجيل بتاعه. تعالوا بقى دلوقتي اقول لكم هنعمل معاهم ايه. بصوا يا رجاله، طبعا احنا عندنا هنا ما شاء الله 2 4 5 شبابات دولك، هنسيبهم كده، والزغاليل بتاعتنا اهي. طيب الزغاليل بتاعتنا دولك دول ما شاء الله 8 وفي مصطبه واحده. الصح اللي انت لازم تعمله كل يوم على الاقل تسيبهم كده في الارضيه ساعه ساعتين يهوا نفسهم. دلوقتي يا جدعان الساعه 6 قبل المغرب بساعتين اهو، بصوا الشمس ايه، الشمس هاديه نازله على السلاكه حاجه خفيفه كده، فالجو جميل ليهم دلوقتي جدا. فانا هنمسكهم واحد واحد، ان هم طبعا مش هيقدروا ينزلوا لوحدهم، نقول بسم الله، نسيبهم كده في الارضيه. تمام اهو واحد واحد كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. طبعا هو باين ان الزغاليل لسه صغيره جدا في السن. تمام، وبصراحه هو ده السن اللي انا بحبه بامانه، ده السن اللي انا بحبه للزغلول، ان انا امسكه انا اللي اهله على ايدي من صغره. انسى، الله اكبر ان شاء الله. هلا اه جدعان هما بينطوا من ايدي. هلا ما شاء الله، بس انسى انسى، يلا حط حط، يلا يلا يلا، 1 2 3، الله اكبر ما شاء الله. على قبل ما شاء الله. طبعا يا جدعان بصوا، هو نط نطه بقى تحس انه وقع فيها، عشان بصوا ازيكم حاجه، بصوا لسه الزغلول لسه ما قفلش ريش. تمام، عشان بس ما حدش يقول لي ضعيف ومش ضعيف، لسه الزغلول ما قفلش ريش، ده يعتبر اللي مبطن تحت، يعني ايه ده اللي يعتبر كامل فيهم. بصوا ما شاء الله. تمام كده يا رجاله، انا عايزهم بقى يعملوا ايه دلوقتي، انا بصوا جايب لهم الكلفه اهي. تعالى بص بقى يا رجاله، من اول يوم اهو اليوم في الارضيه، طبعا لازم تعودهم على الصفاره بتاع الكلفه، عشان دي مهمه جدا ساعه النش. تمام، خد تعالى، بس كده
بس نشوفهم بقى يعملوا ايه. هما طبعا اللي فوق دول هينزلوا عشان ياكلوا دلوقتي. تمام، انا بس ايه عايز ادخل ديك هنا كده عشان ايه، عايز اكل الاصوص ديك. بس لما نشوف دول هيعملوا ايه. اهو هما كده يا رجاله، اهو بصوا اهو، روحوا على الكلفه ما شاء الله. اللهم صل على النبي، الله اكبر. طبعا اللي يشوفهم من امبارح كانت تحس ان هما بيموتوا ما شاء الله. بصوا الزغلول بيجري ورا الشبابات عايز حاجه تاكله، فاكر همه. والتانيين خايفين بيحسبوه بيضربوا. اللهم صل على النبي. بصوا يا جدعان اهو، روحوا على الكلفه هناك اهو ما شاء الله. اللهم صل على النبي، الله اكبر. كله هيجري دلوقتي ما شاء الله. طيب هما طالما جريوا على الكلفه كده من اول يوم، طيب احنا كده بعد كده هنكلفهم في الارضيه. بس في غلطه احنا عملناها دلوقتي، المفروض الشبابات دي ما كناش نسيبها معاهم، بس يلا مش مشكله حصل خير. ادينا برضك شفنا النظام في ايه. الزغلول عمال يجي ورا الشبابات فاكرينه فاكرهم اهاليه. التانيين طبعا خايفين ما شاء الله. لسه بشعر الاصفر، بقول لكم لسه ما قفلوش ريش ما شاء الله. يعني اهو يا جدعان، بسم الله ما شاء الله. طبعا كلهم هيجوا دلوقتي على الكلفه وهياكلوا. يبقى انا كده ان شاء الله كل يوم كده نكلفهم في الارضيه، ده الاحسن، يكلفوا كده جماعي في الارضيه. تمام، ونسيبهم ساعه وبعد كده نقفل عليهم. تمام، فانا هرجع لكم بعد شويه يا جدعان، اكلف بس الاسوس عشان الاسوس جعانه، ونرجع بردك كده بعد نص ساعه ولا ساعه يعني، هشوف. انا هرجع لكم، مش هنقول وقت، نرجع لكم لما نشوف جديد ان شاء الله. تمام، طبعا دلوقتي يا رجاله احنا اكلنا الشبابات، اكلنا الاسوس كله كل كده وانتخ. عايز ايه؟ عايز ان انا اقشط من تحت يوم ده، ما خلوش حاجه تتقشط. دولك طبعا كلوا كله كل. تمام كده الكل كل يا رجاله. تعالوا بقى نطلع للزغاليل بره نلمها، نقول بسم الله. بردك كلوا همك، ودول طلعوا فوق خلاص خلصوا. سيبناهم بقالهم كده بتاع نص ساعه ولا ساعه الا ربع، دلوقتي الساعه 7. انا كنت بصور مش عارف 6 وربع او 6 ونص حاجه زي كده. طيب لو في حاجه لسه جعانه ده مصلحه، لو في حاجه لسه جعانه ده مصلحه. ليه؟ بكره ان شاء الله لما نيجي ننزلهم في نفس الميعاد هيطبقوا كلهم كده في الكلفه، مش هيسيبوها. تمام، طيب احنا كده دلوقتي ده ملوش لازمه هنا، ده كده ملوش لازمه هنا، نخليه بس هنا كده في اي باب دلوقتي. خليه، بهدلته الشاكوش، بهدلته العده. تمام، طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ الزغاليل اهي، نقول بسم الله. عايز بس ايه نبص على واحد واحد كده ما شاء الله. ده واكل نص نص، ده واكل نص نص، ده ما شاء الله معبيها اهو يا رجاله. مش عايز اضغط عليه عشان بس ما يرجعش او حاجه، ده ماليها اهو ما شاء الله. اللهم صل على النبي. انت داخل جوه بتعمل ايه هنا؟ وده بسم الله ما شاء الله بردك واكل اهو ماليها. الله اكبر. بردك لازم نتاكد من الزغاليل عشان لو حاجه ما اكلتش خالص برده حرام نبيتها ايه مش واكله. ده واكل تلات ارباع كده اللي هو ايه مش ماليها على الاخر. تمام، بس بكره ان شاء الله ينزلوا يطبقوا، انه ده بردك اول يوم ليهم ومكان غريب. هم كويس ان هم كلوا. تمام، على صديقي ده، الله اكبر. ده باين عليه، بصوا ما شاء الله ماليها على الاخر. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. خش يا صديقي، تعالى يا صاحبي. ده واكل نص نص، مش مشكله بكره يطبق. ان ده كان عمال يجري على الزغاليل، ده عمال يجري على الشبابات. خد انت داخل وراه، داخل وراه. لا اللبلق ما شاء الله بردك يا جدعان واكل. ده يا جدعان يتقال عليه ابلق احمر، ان دي طبعا مش جتة سكروطه خالص. تمام، ده يتقال عليه ابلق احمر عشان دي مش جتة سكروطه، هو يعني حاجه فعلا سارده يعني بامانه، كتقليب بس ان شاء الله كصحه وطيران ان شاء الله ده اللي هنشتغل عليه. تمام، بس تقليب هنعمل فيه ايه يعني؟ انت لازم يعني تخش وتطلع عين امي. تعالى يا عم ما شاء الله، ده واكل شويه صغيرين. الله، بكره ينزل يعبيها، بكره ينزل يعبيها. عايز اقفل بس الباب ده كده، بس كده. تمام يا رجاله، امك ما شاء الله كلوا زي الفل. بكره ان شاء الله برضه كان منزلهم خلاص، هنثبت لهم ميعاد مثلا الساعه 6، الساعه 6 كده ان شاء الله يبقى ميعادهم كده، اكون انا برضك صحيت والدنيا زي الفل. يبقى ميعادهم الساعه 6 ان شاء الله، ينزلوا على الارضيه ياكلوا ويروقوا على حالهم. ودول ان شاء الله يا جدعان ممكن في فيديو بكره او حاجه نظبط لهم بيبان واسمها ايه، ونبوبهم كده يا جدعان كلهم. تمام، ونبتدي اشوف لها مكان نعزلها فيه لغايه اما تخلص فتره العلاج بتاعها. تمام يا رجاله، بس وباذن الله يا جدعان عايز اجيب شويه بويا اليومين الجايين برضك، ونبيض بقى ايه الغيه عشان لسه ما بيضناهاش، لسه في شغل كتير. تمام كده يا جدعان، يا رب يكون الفيديو عجبكم، فيديو خفيف، فيديو سهل كده وحاجه كده جميله مع الزغاليل.
وهنا تنتهي قصة هذا اليوم وهذا الفيديو. وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.